من الحاجات اللي فيها إنسانيات ومميزة وجاية في توقيت جميل جدا وفيها رسائل كتيرة، هو حرص كابتن حسين لبيب على نداء طلب الطفلة الزملكاوية غزل اللي ظهرت في مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، وكانت في إحدى اللقاءات كانت بتطلب زيارة نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب لبى طلبها. خلينا نشوف برضو فيديو مع غزل ونرجع لحضراتكم تاني. برافو 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 غزل برافو. حلو جدا طبعا الفيديو، والحقيقه كابتن حسين لبيب عليه يعني مسؤوليات كتير جدا جدا جدا، وفيديو جميل وفيديو يعني معبر وكله بهجه، ويعني حاجه الحقيقه من الاجواء الجميله ان يشوف من عشق من الطفوله وعشق من يعني واحده صغنونه قد ايه وجميله ازاي وقمر ازاي وموجوده في المدرجات. والحقيقه انا شايف انها يعني رساله مهمه جدا جدا ان احنا حاسين بكل الزملكاويه، طبعا كمسؤول زي كابتن حسين لبيب ومجلس اداره بالكامل حاسين بكل الزملكاويه، وبناء علاقه فيها احترام وود ومحبه ورحمه ما بيننا وبين الاجيال الجديده الصغيره. انا شايف الحقيقه فيديو في منتهى الجمال.